صباح الخير، صباح الفنون، صباح التبوكيصة، صباح البنات الغزالات الفنات. كيف صبحتوا؟ صباح الشميشة، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلكم على خير؟ صبحتوا ناشطين؟ الولد هو اللي صبح ناشط الضاحك. البنات اش غنقول لكم؟ اليوم دابا ديت بنتي الكيندرغارتن وغنمشي بحالتي للدار وغتشوفوا شكون غادي يجي عندي اليوم. المهم الغزالات، انا راه اليوم ديتها الصبح بكري، عندي ما يدار في الدار عندي ما يدار البنات في الدار. المهم خليكم معايا حتى نوصل. يال قلت لكم قبيله جيت كنجري غادي تجي عندي واحد الصديقه ديالي، صديقه قديمه. نهار جيت هنا تعرفت عليها الله يعمر ليها الدار، وما شاركتش معاكم الفطور وداكشي راكم عارفين، لان ملي كيكون ملي كتكون هكا عندك شي حاجه خصك تصايب داكشي بالزربه والصباح وهذا ما شاركتش معكم. المهم ها المائده ديالي، انا عاد غادي نوريكم. المهم درت شي حاجه زعما سبيسيال اللي غادي نوريها لكم. تبارك الله عليكم كلكم حادقات، هذا الشيء اللي درته كلكم كديروه وكديروا عاد ما احسن منه. المهم البنات داكشي علاش ما وريتكمش سميتو. المهم جيت قديت شويه وصايبت ودرت داكشي اللي كتب الله وصافي نجي ونهضروا. قلت لها نهضروا، واحد ما كاينش هما برزيطين كاينين في الكيندرغارتن، جلسوا وشربوا اتاي على خاطرنا ونهضروا ونتحدثوا. المهم الصديقه ديالي باقا ما جات. المهم البنات خليكم معايا حتى نكملوا ان شاء الله الفلوق. يا ليلى وصلت على نبي، وهنايا راني صايبت اتاي، كنت خليته كيسخن حتى تشحر مزيان. البنات المهم هذه هي الصوانيه ديالي، غادي نقلب ونشقلب وندوق ونشوف داكشي واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. المهم البنات خليكم معايا بيد ما جات الصديقه ديالي. رحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية. البنات ها صحيبتي جات اللي كنت قلت لكم غتجي عندي واحد الصديقه، مرحبا بها عندي الغزاله ديالي. المهم البنات هي جايه زعما دايره الصوابات، ما شفتش يا اختي كيكه، شوف انا صاحبتي حاد قعدت ودارت لي كيكه غزاله رطبه. انتما يا اختي الله يعطيك الخير، هانتوما هادو هما البنات اللي كنت وريتكم، قلت لكم راه كليتهم نيت عندها في عيد ميلاد بنتها وعجبوني وعرفاتهم كيعجبوني، مسكينه خداتهم وطيباتهم وجابتهم الله يعطيها الخير. ايوا المهم الغزالات ديالي حنايا غادي نفطروا نخليوكم حتى بلاتي شويه نعمروا المازوط. يا ليلى وصلت على نبي، كتشوفوا يلاه سالينا دابا صاحبتي مشات هي كتجري باش تجيب بنتها، وانا راه الوحده هذه خصني نكون خرجت بنتي. رحنا العيالات ما كنتلاقاو ما كنساليوش. المهم شعري راه مشيت في طالع الساعه ماشي مشكل. المهم انا غادا نمشي نجيب البنات بنتي. المهم دوزنا واحد الصباح غزال، ضحكنا وفوجنا وشكرنا الايامات الزينه ونهار جينا والله العظيم زعما الصراحه الله الا لقينا غير مع احسن منا والله العظيم. ايوا البنات المهم اش غنقول لكم، خليكم معايا انا غاديه. المهم راه واخا تشوفوا الشمس، ما هي الشمس ما هو برد ما ما عرفنا شنو هذا الجو هذا كاع كي داير. عاد ان شاء الله نجيب بنتي وعاد تجي نجمع على خاطر خاطري ونوجد داك الشيء على خاطر خاطري، باقا العشيه كلها ديالي. المهم البنات نخليكم حتى نوصل لدويرتي. باي باي عليا. ها نتوما كيف ما كتشوفوا انا جيتكم عاطله لان كان عندي شي شغل البنات، وكانوا عندي شي حويجات كان خاصني نقضيهم اليوم في العشيه. هذاك الشيء علاش ما كملتش لكم الفيديو. دابا الضوء الظلام، كان عندي شي شغل وجيت دخلت لداري معطله، ويلاه ساليت داك الشغل وقاديناه ويلاه دابا البنات عاد باش ساليت للروينه تا 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 الروينه بالكوزينه. بنادم هو اللي يشوف المواعن ويشوف الروينه ويضحك ويكون ناشط. ملي كتكوني ناشطه وفرحانه وعاجبك الحال راه وينتك دغيا تساعد.
الزوينه ديالي راكم كيف ما كتشوفوا الصباح دوزت انا والصديقه ديالي الصديقه ديالي راه كنعرفو شحال هادي نهار حطيت رجلي هنايا زعما معرفه قديمه ايوا والله يديمها محبه ايوا هادشي اللي كاين الغزاله ديالي دابا غادي ندوز معكم نغسل واحد العقل ترحامي من شفات طال سقامي كيف نقى حيور وانتي مسليا ربي يا الغزال فاطمه ارحمي يا راحت العقل ترحامي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسليا ربي يا الغزال فاطمه ديت معناتي غسلت معناتي وداكشي ومشينا تقدينا وجينا البنات راه الليل دابا كما قلت لكم قبيله غنوريكم القضيه ديال السيمانه البنات شنو جبت وشنو درت وشنو داكشي المهم قضيه السيمانه البنات انا غادي نوريها لكم دابا بقاو معايا كما كتشوفوا معايا خديت هادو نصحكم بهم بالنسبه للعيالات اللي كيمسحوا كابوطاجي وداك الشيء كيشرب ديال بحال البونجا كيشرب زوين عملي ومسافه ملي كتمسح بهم مره وجوج وكيخنادو المهم البنات خديت هاد الشيء هذه مقضيه السيمانه خديت هاد الدره هذه خديت الحلوه ممكن ناخذ وليداتي الحلوه كناخذ ليهم كلشي البنات انا وليداتي كنقول لكم القضيه ديال السيمانه وداك الشيء ما كنحرمش وليداتي المهم خديت ليهم الشوكولات هذا ميلكا راه داير في كوفران 65 سنتيم راه دايرين ان كابوط خديت لهم البنات هذا كيعجب بناتي كناخد لهم جوج جوج كل وحده جوج مع انتم البنات نودل نودل ديال السيمانه خديتهم انتم كيفما كتشوفوا هذا واحد اخر الاخر راه في جهه اخرى البنات دانون كناخذوا الراجل اللي كيديه معاه للخدمه راكم عارفين بناتي قليل فين كياكلوا حتى انا ما كناكلوش كناخذ الخوخ كنبغي ندير السيمانات ولا شي حاجه الزيت ديال السيمانه ما ربما كنقول تكون عندي شي حاجه ولا نكون محتاجه الزيت بالزيت ما هي راه قرعه ديال السيمانه البنات هاد اللوز هذا اللي داير 99 سنتيم هذا يعني قشر ناضي ساري يعني راه كتشدي وكتقلي خديت هاد الفرماج هذا البنات الحليب خديت ثلاثه د الكراطن حيت باقي عندي في الثلاجه يعني كناخذ السيمانه الله اكبر تما كيبقى لي الزيتون غنسرحو هنا معاكم باش نيت غنقاد ها الزيتون البنات هذا ايس تي كناخذ باكيه فيها سته راه غير حليت الله اكبر غير حليت مهم وحده باش تحسبها ليا مهم خديت سته خديت العصير لراجلي كناخذ ليهم شيبس كما كنحرمهم من حتى شي حاجه هاد اللوز هذا ايفيري ملي كندير شي كيكه ولا كندير شي وصفه هذا العصير البنات حتى هو هذا د البنان زوين الا ما استعملتوش ولا عمركم جربتوه راه زوين في كوفلان حتى هو كناخذ ليهم البنات لي كلاص لان كيعجبهم لي كلاص حنا الدار سخونه عندنا البنات سمحوا لي غنحشي الفريبو حنا البنات عندنا الدار سخونه بناتي كيبغيو لي كلاص كنجيبو ليهم هذا عصير بينيا قلت لكم ما تحرموش راسكم تبارك الله راه البنات باش نكونوا واضحين باش نكونوا واضحين هنا راه 61 اورو ولكن اللي غيستغنى على البطاطا ويستغنى على الشوكولاط راه تجي 50 اورو انا بناتي كما كنقول لكم البنات ما كنحرمهم حتى شي حاجه ها انتم البنات هذا كناخذ لهم كل وحده راه حيت عندي درايرات المحجوب كل وحده خديت ليها جوج لان كيبقاو يدانزو خديت هادو زوينين خديت الفرماج خديت البنات خديت البنات هذا خديت منه جوج خبز بيمبا الشوكولاط مع خديت لهم ثلاثه د البكيات خديت البنات لاصوص طوماط هانتوما لي صوص طوماط هانتوما خديت ثلاثه باش يدوزوا ليا السيمانه ويدوزوها ليا ويخرجوها ليا هانتو البنات خديت هذا راه داير اورو 79 كوفلان البنات اللي بغاو يشريو حيت هذا راه غالي داير شي جوج اورو زياده هاد الحلوه هذه زوينه بنينه 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 بزاف وهذا كيسوفيتار كيعجب بنتي كديرو في نودل صافي
صافي هذا دانون البنات كيف ما كتشوفوا معايا. هذا البنان البنات داروا ليه 99 سنتيم، البنان 99 سنتيم. ها انتم كيف ما كتشوفوا، ما مقيوس ما مخبوش ما طايب ما حتى حاجه، نقي. ها هو هذاك خبز بيم بون لاخر البنات، كنجيب القضيه ديال السيمانه وكنرتاح. برينغلز كيف ما كنقول لكم، اللي ما كتبغيش تحرم وليدات هادشي ليهم كلشي راه غادي تقام عليكم واحد 60 اورو. اللي كيشري غير داكشي ديال الدار تقام عليك، تقام عليكم داكشي غير 50 اورو. ها نتوما دانون البنات كناخذو كما قلت لكم غير راجلي، بناتي قليل فين كياكلوا. واخا هكاك شريت لبناتي هذا دانون مسوس بغاتو بنتي، وهذا دانون هذا وعلى هذا. صافي هادشي البنات اللي كاين، هادشي اللي بغيت نتقاسم معاكم. وصافي الغزالات ديالي باش تعرفوا، باش تعرفوا القضيه ديال السيمانه ديالي كي دايره. الغزالات ديالي هذه هي القضيه ديال السيمانه ديالي، هنايا اللي شاركت معاكم داكشي ديال الثلاجه ديال البلاكار ديال هذا، هذه غير البلاكار. اما حنا اللحوم ما كنهضروش عليهم، حنا اللحوم ما كنهضروش عليهم بتاتا. اللحوم كديري لهم كتاخديهم فلوس اخرين، يعني كتهزي 50 ولا 60 ولا 70 وكتقضي داكشي ديال الفريغو ديالك. المهم هادشي اللي كاين الغزالات ديالي، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. ونتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم. هكا اليوم دوزت النهار ما فلت لكم حتى حاجه، هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. ونخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد ان شاء الله، ونتقاسم معكم عاوتاني شي فلوق جديد اولا فيديو جديد او اللي جاب الله. ونتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو ديالي، واللي ما تابوناش القناه عندي تابونا، وخليو ليا اللايكات وخليو لي كومونتيرات الزوينات ديالكم. اللي ما فعلش الجرس يفعلو. وباي باي عليكم.